وللحديث عن اقتحام وزير أمن الاحتلال باحات الأقصى وتبعات ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من رام الله الكاتب والباحث السياسي السيد عمر عساف. مرحبا بك معنا. مرحبا بك وأسعدتم مساء أنت والمشاهدين جميعا. أسعد الله مساءك أستاذ عمر. لعلها المرة الأولى التي يقتحم فيها ابن كبير الأقصى وهو برتبة مستوطن متطرف برتبة وزير، وهذا أمر لافت في الحقيقة بعد مناورة قام بها هو والحكومة والإعلام الإسرائيلي بالقول أنه لن يكون هناك اقتحام وسيتم تأجيله، ثم يفاجأ الناس في صبيحة الثلاثاء بأنه يقتحم الأقصى. كيف تابعتم وتعلقون على هذا الاقتحام؟ يعني هذا أولا يذكرنا بتلك الجريمة التي ارتكبها شارون قبل أكثر من 20 عاما حين اقتحم المسجد الأقصى وكانت سببا في اندلاع الانتفاضة الثانية. هذا يذكرنا بذلك، هذا أولا. وثانيا يعني ما أقدم عليه ابن كفير ربما كما قال الشيخ إكرمة صبري بأنه غدر، وهو أكثر من غدر، هو لصوصية عمليا، لأنه دخل وكما وصفه الإعلام حتى الصهيوني بأن ما قام به فيه نوع من اللصوصية، لأنه أعلن أنه لن يقتحم الأقصى، وبالتالي يعني كان هناك نوع من الإطمئنان إلى عدم إقدامه على هذه الخطوة. ثم دخل ل13 دقيقة المسجد الأقصى مع كل الحراسات، ساحات الأقصى طبعا مع كل الحراسات ومع كل يعني قوات الجيش وقوات الشرطة التي رافقته، وعمليا لم يؤدي كما هو معروف أي صلوات، ولكن كان هناك استعراض. هذا ما أقدم عليه، فيه نوع من الاستعراض ليس أكثر. نعم، هذا الاستعراض له تبعاته أستاذ عمر كما تعرف. هذه يعني هو شخص يمثل مجموعة متطرفة ودخل الحكومة من أوسع أبوابها بتحالفات وابتزازات لنتنياهو، حتى أنه يعني وصل إلى هذه الوزارة. هل تعتقد بأن هذا سيكون فاتحة لأعمال اقتحامات وأعمال خطيرة في الأقصى والقدس في المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد حسب تقديرات يعني مجموعات أو وسائل أو أجهزة الأمن الصهيونية، تقديرها وتقدير ما التبعات التي تترتب على مثل هذه الخطوة الإجرامية، إذا شعر الاحتلال أنه سيدفع ثمنا لهذه الخطوة عمليا، وهي خصوصا خطوة هي باسم الحكومة، لأن وزيرا في الحكومة اجتمع أمس مع رئيس وزرائه، اليوم اقتحم المسجد الأقصى أو باحات المسجد الأقصى، عمليا هو قام بذلك برضا أو بغض النظر أو بغطاء من رئيس حكومته، وهو معروف أيضا أنه يميني متطرف، وكل هذه الحكومة هي حكومة مجرمين وحكومة فاسدين وحكومة مستوطنين، وبالتالي ما يمكن أن يقدموا عليه، نعم يمكن أن يكرروها إذا شعروا أنهم لن يدفعوا ثمنا، ولكن إذا شعر الاحتلال وهكذا هو دوما أنه يدفع ثمنا جراء أي خطوة وجراء أي اعتداء، التقدير الأمني عادة والأجهزة الأمنية هي التي تقرر فيما إذا كان سيسمح له بخطوة لاحقة أو أن هذا يلحق ضررا بالاحتلال وليس سياسيا ولكن على كل الأصعدة، وبالتالي قد يتم ردعه إذا كان سيدفع ثمنا جراء هذه الجرائم. نعم، ابن كفير كانت له تهديدات مستمرة منذ فترة بوجوب طرد الأوقاف الإسلامية الأردنية من هناك ونزع وصيتها عن الأقصى، وهذه المطالبات يعني قد يعني يأتي اليوم الذي يتم تشكيل تهديد حقيقي عليها. يعني هو كما قلت إذا شعروا أنهم لن يدفعوا ثمنا سيقدمون على أي شيء، قد يقدمون على تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا كما فعلوا بالحرم الإبراهيمي، وقد يقدمون على إعادة بناء الهيكل على أنقاض الأقصى. هؤلاء المجرمون لن يتورعوا عن اتخاذ أي خطوة،
وبالتالي أنا أعتقد الموقف الذي اتخذته الحكومة الأردنية اليوم وكل الحكومات العربية والعالم العربي والإسلامي وحتى كما نقل التقرير أمريكا وفرنسا، إذا اتخذوا كل هؤلاء هذا الموقف الحاد والحازم تجاه ابن كثير، أظن أنه ستكون كل ما قدمه هو برامج انتخابية غير قابلة للتطبيق. أما وأنا متأكد وواثق أن الأردن لابد أن يتخذ خطوات أخرى. ماذا يبقى يعمل السفير الصهيوني في الأردن إذا أقدم بن غفير وحكومة الاحتلال على عمليا المساس بالسيادة الأردنية على الأماكن المقدسة المتعارف عليها منذ سنوات طويلة؟ قصدت أقول لدى الأردن ولدى الشعب الفلسطيني ولدى العالم العربي والإسلامي كثير من الخطوات كي يردعوا هذا الاحتلال عن التمادي في جرائمه. أستاذ عمر، كما تعرفون في عام 2021 كانت هناك معركة سيف القدس من أجل الدفاع عن الأقصى، وكانت مرحلة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني. هل تتوقع تصعيدا ما قد يحدث نتيجة ممارسات الاحتلال المستمرة خاصة في المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد الأمور مفتوحة على كل الأوضاع. يعني صحيح أن اليوم وأمس كما نقل أن هناك رسائل نقلت من قوى المقاومة في غزة، خصوصا من حركة حماس عبر مصر وعبر الأمم المتحدة، بأن معركة سيف القدس لابد أن تكون ماثلة وقد تتكرر. وما سمعناه اليوم من أيضا السيد حسن نصر الله قبل قليل في خطابه كان واضحا بأن معركة الأقصى لن تكون خاصة بالفلسطينيين وحدهم، شكرا لك، ولكنها ستصل إلى العالم العربي والإسلام. شكرا لك سيد عمر عساف عبر سكايب من رام الله، الكاتب والباحث السياسي.